دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هناك من يقول إنه قد يوجد في آخر الزمان أفراد أفضل من بعض الصحابة، ولكن الصحابة في الإجمال أفضل، ويمثل هذا بأعراب الصحابة، وأنه قد يوجد من العلماء العباد في آخر الزمان من هو أفضل من بعضهم، فما رأيكم في هذا القول؟ هذا كلام باطل، لا أحد أفضل من الصحابة الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم. الميزة ما حصل عليها المتأخر، ولو كان من العلماء أو كان من العباد، ما حصل على رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا أحد أفضل من الصحابة، فلا يجوز هذا الكلام أبدا. نعم، لما قال بعض الناس بعض السلف أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز ولا معاوية بن أبي سفيان، قال: الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. الغبار بس، لأن الصحابة ما يعاجلهم أحد أبدا. نعم.